أخفق المجلس الرئاسي في حشد الدعم الاقتصادي والتنموي للبلاد الجولة الرئاسية في عدد من الدول العربية يبدو أنها لم تثمر شيئاً على المستوى الاقتصادي، رغم أن السعودية والإمارات كانتا قد أعلنتا عن تخصيص 3 مليار دولار كمنحة عاجلة لدعم الاقتصاد ووقف الانهيار، والتي أعلن عنها ضمن حزمة استحقاقات منها التغييرات من الجانب اليمني، إلا أن السعودية أخلفت بالتزاماتها مما وضع المجلس وحيداً في مواجهة الأزمة التي تعصف بالبلاد. إذا كانت المهمة الأولى لحكومة معين هي إنعاش الاقتصاد كما قال، ومثلها كانت بداية المجلس القيادة الرئاسي، فما الذي قدمه المجلس الرئاسي للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية؟ وما مصير المنحة السعودية الإماراتية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني؟ ولماذا لم تعد المنشآت الإرادية الحيوية للعمل؟ إذا التحالف السعودي الإماراتي لا يريد تقويض البلاد. أهلا بكم. ذهب المجلس الرئاسي في جولة خارجية شملت الكويت والبحرين ومصر وقطر وصولاً إلى السعودية لحشد الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن. تأتي هذه الزيارات بعد أن كانت السعودية والإمارات قد أعلنتا عن تخصيص 3 مليارات دولار كمنحة عاجلة لدعم الاقتصاد ووقف الانهيار، والتي أعلن عنها ضمن حزمة استحقاقات رافقت إبعاد هادي وإعلان مجلس القيادة الرئاسي. أكثر من 7 سنوات والموارد اليمنية تحت سيطرة دولتي التحالف، وتصدير النفط والغاز وهما أهم موردين لدعم الميزانية متوقف بأمر من التحالف. يتحدث السعوديون عما أنفقوه داخل اليمن ويطرحون رقماً يصل إلى 27 مليار دولار، فيما اليمن لا يزال يعيش ضمن أسوأ البلدان التي وردت في تقرير أممي حول بؤر الجوع الساخنة في العالم. يتساءل اليمنيون عن حقيقة هذه المبالغ أمام ما يعيشونه من انهيار اقتصادي يكاد يمس كل الطبقات في اليمن. يعلن رئيس الوزراء معين عبد الملك عن حاجته إلى دعم اقتصادي من 3 مستويات لمنع انهيار مؤسسات الدولة ودخول البلاد في مجاعة، دعم العملة وتحقيق الأمن الغذائي وتقديم الدولة للخدمات الأساسية. يقول مراقبون إن المجلس الرئاسي الذي جيء به بعد إزاحة هادي إذا لم يدعم اقتصادياً فلا معنى لهذا التغير الذي قد ينهار في أقرب وقت، خصوصاً عقب الحملة المنظمة التي شنها الانتقالي المدعوم إماراتياً ضد البنك المركزي، إذ يبدو أن تصعيد الانتقالي في جنوب البلاد محاولة جديدة لإضعاف المجلس كما تم قبله مع الحكومات المتعاقبة في عهد هادي. إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من المساء اليمني، وأرحب بضيوفي الذي سيكونوا معي خلال هذه الحلقة هنا في الاستوديو، الدكتور عبد السلام الأثوري الخبير الاقتصادي، وسينضم معه آخرون. مساء الخير دكتور عبد السلام. أهلا، مساء النور. أهلا. إذا لو بدأنا دكتور من الجولة الرئاسية لعدد من الدول العربية والخليجية، هل تتوقع أن يكون لها نتائج اقتصادية ودعم؟ هو الأصل أن الزيارة اللي قام بها الأخ رئيس المجلس وبعض نوابه هي الأساس كسب أولا الثقة من دول المنطقة لهذا التحول الذي حصل بعد التغيير الذي حصل في مؤتمر تشاوري في الرياض، وتشكيل مجلس يعني رئاسي من 7 ورئيس للمجلس، هو يعطي صورة أن التحولات هذه تحتاج بالدرجة الأولى أولا إلى دعم إقليمي، إضافة إلى الاعتراف الدولي أو الاعتراف الدول الأساسية في مجلس الأمن بمشروعية هذا التحول، يعطي أيضا إمكانية أكبر لمسألة الحصول على دعم حقيقي وفعلي. وبالتالي هذه الزيارات بالدرجة الأولى هي الهدف منها كسب الثقة وكسب أيضا العلاقة مع المجلس. أيضا المجلس أو رئيس المجلس هو عرض كثير من القضايا الأساسية التي طلبها أيضا دعم المجلس خلال هذه المرحلة، وهو الدعم الاقتصادي. لكن المشكلة الأساسية أن الداعمين الأساسيين الذي وعدوا بدعم مباشر ما بعد إعلان المجلس أعلنوا عن 3 مليار دولار، هم الإمارات والسعودية، إلى اليوم لم يعني تقدم العالم الآخر. كيف تفسر عدم تقديمها هذا اليوم؟ لا أدري، ربما هناك بعض يعني الاتجاهات أو التوجه في هذا الأمر يبنى على يعني على بعض الأهداف التي تريد أن تحقق هذه الدول من مسألة هذا التحول، لكن ليس هناك ما يبرر عدم الإسراع في تقديم الدعم إلا أن يذهب المجلس إلى حالة الفشل،
ربما هذا الفشل سيؤدي إلى نتيجة كارثية فيما بعد، وهو الذهاب إلى التسوية خارج إطار القناعات داخليا للمجتمع اليمني إجمالا والمجتمع حتى الأطراف بعض الأطراف الدولية، لأن ستذهب في إلى مرحلة تفكيك البلد إلى كيانات خارج إطار مشروعات الدولة الواحدة، وبالتالي عدم تقديم الدعم إلى الآن له أكثر من سؤال وأكثر من يعني من تساؤل، لماذا إلى الآن توقفت الدول من تقديم المنحة وتقديم الدعم، وخاصة في ظروف اقتصادية عالمية تضاعف المشكلة المحلية والمشكلة اليمنية أكثر بكثير من حالتها القائمة. الجانب الاقتصادي الآن يعني هو تقريبا أكثر ملف متدهور في وطارئ يعد يعني، وكانت أولويات الحكومة كما قالت هي الملف الاقتصادي. يعني الآن ما هي أو ما الذي يفترض على الحكومة كونك خبير اقتصادي أن تقوم به لإنعاش هذا الملف؟ الملف الاقتصادي إجمالا والأوضاع الاقتصادية لا يمكن أن تحل وتعالج بشكل كامل وأساسي إلا في ظروف استعادة سيادة الحكومة على الواقع وسعادة الحكومة بالسيطرة على الواقع. لابد من إعادة فاعلية المؤسسات وفرض صوت واحد للحكومة بعيد عن التشتت القائم. هناك الآن حالة من الانقسامات والتشتت القائم في ظل وجود ميليشيات خارج سيطرة الحكومة، وأيضا لا تعيب الحكومة بالا ولا اهتمام بشكل أساسي ورئيسي، هي السبب أيضا جزء من المشكلة الأساسية. هي تمارس دورها كدولة بجانب دولة. اليوم مثلا الانتقال يتحصل من إيرادات مباشرة بحدود من 270 إلى 300 مليار ريال، هذه إتاوات متعددة تأخذها الميليشيات، وبالتالي تضعف الحكومة في استعادة وجودها. ما هي المبالغ؟ ما هي مصادر هذه المبالغ؟ مصادر المبالغ من كل الخدمات، من عوائد الجمارك، من الضرائب، من عوائد النشاطات الاقتصادية المختلفة، من الإتاوات، النقط المختلفة. يعني حالة هل يأخذها المجلس بشكل مباشر أم المؤسسات التي يسيطر عليها؟ هي المؤسسات التي يسيطر عليها مباشرة تقوم بهذا الدور، وأيضا تذهب إلى حساب خاص في البنك الأهلي وليس في حساب في حساب الحكومة وكذا، وهذا أيضا استقطاع كبير جدا من موارد أساسية الحكومة بحاجة. اليوم الحكومة تواجه مشكلة كبيرة جدا وهي عدم القدرة على السيطرة على الواقع الداخلي بالذات في مناطق المحرق. لماذا الصمت؟ يعني إذا كانت هي لم تمكن فعليا من إرادتها في عدن ولم تدعم اقتصاديا، فلماذا لا تخرج الحكومة أو المجلس الرئاسي بمكاشفة بما يحدث؟ والله الحكومة لا تستطيع، لأن الحكومة مكونة من أطراف سياسية متعددة، وبالتالي ليس هناك يعني طرف سياسي يمتلك القرار داخل الحكومة يستطيع أن يكاشف. كل حزب له حسابات خاصة مع الأطراف التي تدعمه بشكل أو بشر من الدول الإقليمية وما إلى ذلك. ما الكشف هو معنا أنك أنت يعني تظهر الأمور بشفافية وبوضوح باتجاه الواقع الذي تعانيه الحكومة، وعدم أيضا تجاوب الآخرين، وأيضا التعنتات التي يعني تتسبب بهذه الأطراف الإقليمية في الواقع المحلي، والمشكلة التي أيضا تتولد من بسبب هذه الفوضى الناتجة من دعم الأطراف بعيدة عن يعني سيطرة الحكومة. وبالتالي الكل يتكي الآن بالفشل على الحكومة، وهي الحكومة بالدرجة الأولى هي تعبر عن فشل الأطراف السياسية كلها الموجودة المكونة لها، وبالتالي الوضع الاقتصادي هو انعكاس لهذا الفشل وهذا الفوضى القائمة. بالتالي أي سيطرة وأي معالجة للوضع الاقتصادي يحتاج إلى المعالجة السياسية إجمالا في إطار يعني إبعاد الحكومة عن تأثيرات الانقسام وتأثيرات الأطراف. يعني اتفاق الرياض كان يمكن أن يحل جزء كبير جدا من هذه المشكلة إذا تم يعني تنفيذه، والاتفاق الأول قائم على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وإلى آخره في إطار المؤسسة العسكرية والأمنية للدولة. لكن اليوم لا تستطيع الحكومة، اليوم لا تستطيع أن تمارس دورها داخل العاصمة بالشكل الذي يعطي لها حق السيطرة والسيادة في المكان. في المحافظات ما زال أغلب المحافظات تتمرد عن توريد الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي. في إشكالات كثيرة جدا ما زالت الموارد الاقتصادية الأساسية مثل موارد النفط والغاز معطلة، مؤسسات أو مشروع الغاز ما زال تحت سيطرة التحالف.
المطارات والموني وما إلى ذلك الحكومة لا تمتلك السيطرة عليها بشكل أو بآخر. كل هذه العوامل الأساسية تؤثر على العمل الاقتصادي. نحن الكل كان يدرك أن هذه المرحلة هي مرحلة وصاية من قبل دول التحالف، وبالتالي حالة الوصاية تتطلب عليها ويشترط عليها أن تقدم الدعم المطلوب للحكومة الشرعية حتى تستند على ثقة يعني العلاقة مع دول التحالف في دعمها اقتصاديا، وبالتالي لمواجهة الأزمات التي أيضا تؤثر على حياة الناس وعلى حياة المجتمع اليمني. المجتمع اليمني يتجه اليوم إلى حالة المجاعة. إذا ما فتح أو عاد العمل عمل بعض المنشآت الإرادية مثل ميناء بلحاء ومن عدن وغيرها، كيف يمكن أن يتحسن وضع الاقتصاد؟ لا بد يتحسن. يعني موضوع الغاز وهي من القضايا الأساسية والحساسة، نعم. من القضايا الأساسية والحساسة التي تتطلب معالجة ويعني ومعالجة ومكاشفة أيضا وحوار مباشر مع الفرنسيين لمعالجة مشكلة الاتفاقية. الاتفاقية التي أقيمت لاتفاقية الغاز اتفاقية ظالمة في حق الشعب اليمني وفي حق الدولة اليمنية، وهي أن يعني الدولة اليمنية لا تستفيد من عائدة الغاز إلا بنسبة 10% من القيمة الحقيقية وما إلى ذلك. تم أيضا اتفاق على بيع 100 مليون وحدة حرارية ب3.5، ثم ارتفعت إلى 5.5 دولار. اليوم الوحدة المليون الوحدة الحرارية صارت ب42 دولار، وبالتالي إذا عدنا تنفيذ اتفاقة الغاز على ما هي عليه، لن تستفيد الدولة اليمنية بشيء، ولن يستفيد الاقتصاد اليمني بشيء، إلا إذا تم إعادة النظر بهذه الاتفاقية على أساس تأخذ الاعتبارات الأساسية في التغيرات السعرية والتغيرات الحاصلة وما إلى ذلك. بعض الأطراف الأساسية والشركاء وما إلى ذلك عندهم استعداد للتنازل عن حصصهم مباشرة لصالح الحكومة اليمنية، لكن أيضا الحكومة اليمنية بحاجة إلى تقدم خطوات إلى الأمام لمعالجة مثل هذه الأشياء. الأمر يتطلب تعاون التحالف لتمكين الحكومة من فرض السيطرة على 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 هذه المنشأة، وعلى أيضا تصدير النفط في المناطق التي ما زالت لا تستطيع الحكومة أن تصدر النفط. كثير من الشركات اليوم يعني أحجمت عن العودة للاستثمار في الداخل وما إلى ذلك بسبب الظروف الأمنية، لكن لو كان هناك في ثقة وفي دعم حقيقي من دول التحالف لاستعادة الحكومة لدورها وما إلى ذلك، ستستطيع كثير من الشركات العودة للعمل في الداخل وما إلى ذلك في ظروف ارتفاع أسعار النفط عالميا، وهذا يجعل الفرصة أكبر من المراحل السابقة بالنسبة لاستعادة أو لتحقيق إيجاد يعني تحقيق موارد إيجابية لصالح الحكومة. نعم، إذن ما رأيك بأداء البنك المركزي في عدن؟ شوفي، البنك المركزي هو انعكاس لضعف وجود الدولة وكيان الدولة ومؤسسة الدولة إجمالا. هو مؤسسة سيادية مرهون وضعها أو مسؤوليتها في إدارة السياسة النقدية، والسياسة النقدية محكومة أساسا في ظروف كفاءة المؤسسة المالية أو السياسة المالية للدولة. وبدون وجود يعني إيرادات حقيقية تمنع الذهاب إلى الدعم أو إلى يعني التمويل عبر العجز أو عبر الصرف على المكشوف، سيكون الأمر بحد ذاته إذا توفرت الإيرادات المطلوبة لتمويل المالية العامة سيكون في هناك إمكانية أيضا للتحكم بوضع السياسة النقدية بشكل أفضل. لكن اليوم البنك المركزي بظروفه وإشكالياته المتعددة ونتاج لنقله أيضا من صنعاء مع ضعف الخبرات وضعف الكفاءات وضعف الأطر المؤسسية وما إلى ذلك سيعاني ويعاني مشاكل كثيرة. الأمر الأخطر من هذا كله أن البنك المركزي خلال الفترة السابقة وقع في خطأ جسيم كبير جدا، وهو الذهاب إلى إصدار نقدي عالي جدا وبكثافة كبيرة جدا أغرق السوق، ولم يستطع استعادة هذه الأموال إلى خزائن البنك المركزي ولا إلى حسابات البنوك ما إلى ذلك. أصبح المال كله في مخازن الصرافين، وبالتالي أصبحوا الصرافين هم اللي يقوموا بدور الدورة النقدية وأيضا التحكم بالنقد وأيضا المتغولين والمسيطرين على السوق إجمالا. هل ما زال قادر على استعادة هذه الأموال؟ لن يستطيع البنك المركزي من استعادة السيطرة على النقد في حالة وجود النقد بكثافته خارج إطار الدورة النقدية وخارج دور يعني البنوك، وأيضا لا يمتلك القدرة وليس له الموارد الأساسية لامتصاص هذه الأموال واستعادتها. إذا أراد أن يأخذ طريق
استعادة أو السيطرة على المال يحتاج إلى نقد أجنبي كبير جدا لشراء هذه الأموال من السوق، أو أنه يقوم بحالة إحلال جديد لعملة يعني جديدة بصيغة النقد القديم على أساس يتساوى باتفاق مع أيضا البنك في صنعاء لإصدار نقد بصيغة النقد القديم حتى يكون له يعني تصديره بمعايير الدورة الاقتصادية والناتج المحلي القائم. أما الآن النقد الموجود في السوق أكثر من 4 إلى 5 تريليون مصدر ما بين الشمال وما بين الجنوب، وبالتالي الجزء الكبير من النقد هذا لا يمكن أن تتعامل فيه على في 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 دورة اقتصادية كاملة داخل البلد. هذا يؤثر تأثير كبير جدا على قيمته، وبالتالي ينهار قيمته بشكل متسارع. هذا هو سبب عدم استقرار العملة. نعم، هذا السبب الرئيسي. السبب الرئيسي أولا عدم وجود أول يعني كثافة الطبع أو الإصدار النقدي الذي حصل، هو شكل بشكل كبير جدا كأساس لانهيار العملة. الأمر الآخر، ليس هناك تكافؤ حقيقي بإيرادات مالية نقدية أجنبية تتوافق مع حجم النقد الموجود. الدورة الاقتصادية الداخلية ما زالت محدودة وضعيفة نتيجة لظروف الواقع الاقتصادي وحالة الانهيار الاقتصادي القائم. أيضا الإيرادات اللي كنا نتحصل عليها من عائدة المغتربين ومن عائدة النفط وما إلى ذلك اليوم تراجعت بأكثر من 50 إلى 60%. كل هذه لها عوامل أساسية في انهيار قيمة العملة الأساسية. قيمة العملة الأساسية اليوم تحتاج إلى إجراءات أخرى نتيجة لظروف ما يسمى باقتصاد الحرب، وهو أنك الدولة يجب أن تكون لها دور أساسي في مسألة السيطرة على النقد بعيد عن تغول شركة الصرافة. شركة الصرافة اليوم هي تمثل أكبر مشكلة أساسية في مسألة السيطرة على السوق، وبالتالي هي المتحكمة بالنقد. طيب كيف تؤثر ازدواجية البنكين مركزيين في صنعاء وفي عدن؟ الانقسام اللي حصل في العملة وما إلى ذلك هذا هو أكبر كارثة أساسية حصلت في واقع اليوم بنتيجة الانهيار الطبع الجديدة. أصبح أيضا التعاملات والمدفوعات القائمة بين المنطقتين وما إلى ذلك تقوم على إطار العملة الأجنبية، بمعنى أن السلع التي تأتي من مناطق الشمال وما إلى ذلك يتم المدفوعات عليها في آخر اليوم بالعملة الصعبة، وبالتالي هذا جزء من مشكلة التأثيرات السلبية على واقع العملة داخل مناطق ما يسمى بالمناطق المحررة. هذا يجعل أيضا حالة الازدواج أن الناس لا تستطيع أن تتكافأ مع حالة الانهيار المتسارعة، وهذه الانهيارات المتسارعة تؤثر على القيمة الشرائية أو القيمة الشرائية للأموال بيد الناس، تؤثر على طبيعة السلع والخدمات وما إلى ذلك، وبالتالي لا يستطيع الناس أيضا يتعاملوا معها. اليوم يعني دبة النفط أو دبة البترول أصبحت فوق 20,000 ريال، لا يستطيع المواطن أن يتحمل قيمتها بالشكل القائم. هو هذا نتيجة لانهيار قيمة العملة، بإضافة إلى قيمة الأسعار القائمة يعني عالميا. كل هذه لها عوامل أساسية ورئيسية في طبيعة المشكلة. طبيعة المشكلة بحاجة الآن إلى إرادة سياسية بقدر أيضا. هل يعني بيد الآن المجلس الرئاسي حل إشكالية هذه الازدواجية بين البنكين؟ هو الأصل أن هناك رؤية قائمة على معالجة المشكلة لإيجاد يعني نقطة وسط، إطار مشترك بين البنكين لمعالجة هذه المشكلة بعيد عن مسألة جعل الموضوع الاقتصادي وموضوع البنك أساس من مسائل الصراع، وهذا إذا تحيد ربما نخطو خطوات مهمة جدا لمعالجة هذه المشكلة، بحيث أن يتم توحيد صيغة العملة كصيغة واحدة يتم التعامل فيها في عموم البلد على أساس مرجعية يعترف بها عالميا وخارجيا ما إلى ذلك، باعتراف يؤسس على طبيعة الإمكانيات اللي ممكن تقدم أيضا من الدول المانحة والمجتمع الدولي وما إلى ذلك، وأيضا الدول الإقليمية لدعم أيضا الاقتصاد عبر مسار واحد يستفيد منه الشعب اليمني. المشكلة وما فيها حالة الازدواء وحالة الانقسام هذا يجعل المشكلة الاقتصادية أكثر تعقيدا كلما مرت أيام وإلى ذلك كلما تعقدت المشكلة أكثر، وهذا يؤثر بشكل أو بآخر على مصالح المجتمع اليمني وعلى طبيعة أيضا الإمكانية لتحقيق أيضا تسوية سياسية. ربما هذا العامل الأساسي ربما يؤثر تأثير كبير جدا على مزاج الناس وعلى أحوال الناس وعلى ظروف الناس وعلى حياتهم بشكل كبير جدا. المجلس يجب أن يفهم دوره في هذه الظروف. إذا هو الآن حامل من لمسألة المشروعية تجاه السلام وإلى ذلك، يجب أن يكون الرؤية بناء على هذا التوجه. الطرف الآخر ربما يكون له يعني له
رغبة مخالفة بشكل كبير جدا، لكن أيضا إذا حصلت التسوية وما إلى ذلك في البعد الاقتصادي لتحييد المؤسسة أو المؤسسات الاقتصادية بعيد عن الصراع، ربما تكون هذه خطوة مهمة جدا لصالح المجتمع اليمني. نعم، إذا اسمح لنا دكتور أن ينضم معنا الدكتور محمد جميح المحلل السياسي. مساء الخير دكتور محمد. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. هل كان الملف الاقتصادي هو أهم ملف على طاولة المجلس الرئاسي خلال جولته الفترة الماضية؟ بعد التحية لك ولضيفك وللمشاهدين، أنا أعتقد أن هناك ملفات كثيرة في طبيعة الحال نوقشت أثناء هذه الزيارة التي شملت أكثر من دولة، لكن صحيح الملف الاقتصادي في مقدمة هذه الملفات، خاصة وأن المجلس عد من أولى أولوياته أن يهتم بالجانب الاقتصادي والجانب الخدماتي والإغاثي، وذلك كان واضحا في البيان الأول الذي ذكره أو الذي خرج به الرئيس العليمي بعد أن تولى السلطة. لكن بطبيعة الحال هي الملفات يعني متداخلة مع بعضها، ولا يمكن فصل ملف عن آخر، لا يمكن فصل الملف الاقتصادي عن الأوضاع الأمنية المتردية، لا يمكن تنشيط عجلة الاقتصاد دون السيطرة على الموانئ وعلى المطارات والمنافذ البرية والبحرية، ودون تفعيل يعني دون إبعاد الميليشيات عن سيطرتها على مداخيل ومردودات الدورة الاقتصادية في البلاد. وهذا الجانب أيضا مرتبط بالجانب العسكري ومرتبط بالجانب السياسي. أعتقد أن الجولة وأن المجلس الانتقالي بالمقام الأول ينبغي أن يركز على عناصر القوة الذاتية الداخلية، وأن ما جاء من عناصر القوة من الخارج ومن الدعم الخارجي ينبغي. تقصد المجلس الرئاسي دكتور أليس كذلك؟ نعم. المجلس الرئاسي تقصد؟ عفوا، المجلس الرئاسي وعوامل قوته في ذاته، أو هكذا ينبغي أن تكون في داخله، لأننا إذا ما ظللنا نعتمد على الخارج حتى في عجلة الاقتصاد وتدوير هذه الدورة الاقتصادية، فإننا لا نستطيع أن نخلق يعني تنمية مستدامة. الحاصل أن الدعم الخارجي يأتي رديفا للمنتج الداخلي ولقوة الاقتصاد الداخلي، وهذه لن تكون إلا. ما هي إذن مكان من القوة لدى المجلس الرئاسي دكتور محمد الداخلية؟ مكامن القوة الداخلية أن المجلس الرئاسي فيما لو استطاع أن يلبي ولو القدر الأدنى من احتياجات الناس والجوانب الخدماتية التي هي اليوم حاجة ملحة، وخاصة في مثل هذه الأوقات العصيبة، فإنه يمكن أن يبعث نوعا من الطمأنينة لدى الشارع اليمني بأنه لدينا الآن سلطة مغايرة ومختلفة عن السلطة الماضية التي كانت تتلقى كل أنواع اللوم من الشارع على أقل تقدير، وبالتالي أن نعيد الثقة للمواطن اليمني، أن تكسب الحكومة ثقة المواطن اليمني، هذا هو رأس المال، لأنه بعد ذلك يمكن أن يكون الأمن جزءا من 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 اهتمامات المواطن اليمني، يمكن أن يصار إلى نوع من الأمن الشعبي الذي يتشارك فيه المجتمع مع السلطة في تأمين مؤسسات الدولة وتأمين المنافذ البرية والجوية والبحرية وبقية المؤسسات. وهنا يمكن بعد ذلك أن ننطلق للجوانب الأخرى. أنا أعتقد أن أي سلطة ما لم تنجح في الداخل فإنها لن تعتمد أو لن تنجح بالاعتماد على الخارج. يعني لدينا تجربة 8 سنوات وكان هناك دعم كبير، حتى لا ينكر ذلك الدعم، لكن ذلك الدعم بما أنه لم يقابل مؤسسة أو لم يأتي إلى مؤسسة قوية لم نستفد من هذا الدعم. يعني على سبيل المثال هناك المليارات التي ذهبت في كهرباء عدن وحدها، يعني هذه المليارات كان بإمكانها لو أنه لدينا مؤسسات قوية كان بالإمكان أن توجد يعني مؤسسات لإدارة الكهرباء بطريقة أكثر رشدا وأكثر تكلفة مما هو جاري الاعتماد على الطاقة المشتراة، التي نعلم جميعا بأنه يدخل فيها كبار أغوال الفساد والذين لا يريدون أصلا لمشكلة الكهرباء على سبيل المثال في عدن أن تحل من أجل أن تظل تجارتهم رائجة. إذن المسألة أنا أعتقد أنه يتداخل فيها الجانب الأمني مع الجانب الاقتصادي مع الجانب القضائي والقانوني. كل هذه المؤسسات إذا فعلت يمكن أن نقول بأنه لدينا دولة في الداخل. عند ذلك
نستطيع أن نطلب الدعم من الخارج، لكن اليوم الخارج ربما يتردد في أن يرسل هذا الدعم لأن المؤسسة غير قوية ولأن نسبة الشفافية غير مرتفعة ولأن نسبة الفساد أيضا مرتفعة. كل هذه الأشياء وكل هذه المتراكمات هي صحيح أنها تراكمات من السنوات الماضية، لكن لا ينبغي أن نظل نعلق كل شيء على ما مضى، لأن الذين هم اليوم في السلطة هم الذين كانوا في الماضي. كل ما في الأمر أن رئيس الجمهورية تغير. أنا أعتقد أننا بحاجة إلى مراجعة، وإلا فإن الأوضاع سوف تزداد سوءا. المواطن اليمني لم يعد لديه اليوم أي صبر أو تحمل، يعني هو يريد يعني حلولا ملحة وعاجلة. وطبعا المواطن العادي لا يدرك حجم التحديات التي تواجهها الحكومة بطبيعة الحال، لكن الحكومة أيضا لديها إمكانات إذا ما سخرت وإذا ما رشلت أيضا يعني إنفاقاتها، فإنها يمكن أن تحدث الفارق، ويمكن أن يحصل المواطن اليمني في المناطق المحررة ولو على أقل قدر من الخدمات. صحيح اليوم الحكومة يعني مقارنة بغيرها من الميليشيات التي تتحمل المرتبات والتي لا تزال تلتزم ولو القدر الأقل من معاشات التأمينات والضمان الاجتماعي، وهي التي تصرف الكثير من مرتبات القطاعات الأمنية والمدنية والعسكرية المختلفة، لكن ذلك هو واجبها وهذه هي مسؤولياتها، وعليها أن تقوم على أساس ترشيد النفقات وعلى أساس تفعيل ما لديها لدينا النفط والغاز. نعم، إذا عند هذه النقطة اسمح لي دكتور أن يعني أخذ رأي الدكتور عبد السلام. دكتور عبد السلام، ما مدى إمكانية المجلس الرئاسي باستخراج نقاط القوة كما تفضل الدكتور محمد والبناء عليها والعمل من الداخل حتى نثبت للخارج بأن هناك دولة يمكن الثقة بها؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في مهمة المجلس، أنه يذهب باتجاه استعادة ثقة الداخل بالأطر المؤسسية للدولة أو بواجهة الدولة المباشرة المتمثلة بالمجلس نفسه. لكن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى في ظروف أن المجلس بأدواته المختلفة وأيضا بالحكومة هي مكتفة بعيدة عن وجود أيضا الإمكانيات المتاحة لأن تحقق على الأقل هذه الثقة للمجتمع اليمني، وهذه الخطوة الذي كنا أساسا يعني نرصد الدور الأساسي للتحالف بأن يمكن المجلس بتحقيق هذه الثقة عن طريق الدعم الذي يمكن أن يضفي لهذه المؤسسة أو لهذا المجلس مشروعية التحول الذي حصل من خلال أيضا الدور الذي قام فيه التحالف في مسألة التغيير والدور الذي كان لهم في موضوع التغيير. وبالتالي كان قد وعدوا في اللحظة الأولى بأنه سيقدموا دعم، إلى اليوم أكثر من شهرين ونص إلى الآن لم يتقدم هذا الدعم. هذا الدعم يعني سيعطي إمكانية أكبر للمجلس بأن يعيد ثقة الواقع الداخلي بإمكانية، لأن الأمر سيمس مصالح الناس وحاجة الناس الأساسية لمسألة الأمور المتعلقة بحياة المعيشية. وبالتالي إذا لم يكن هناك في جدية من قبل مجلس من التحالف في هذا الدعم إلى ذلك، لن يستطيع المجلس الرئاسي ولا الحكومة تحقيق أي ثقة في الداخل ولا أي معالجات أساسية. المعالجات تحتاج إلى إمكانيات، البلد كلها مستنزفة، البلد كلها يعني معاقة بشكل كبير جدا، معاقة أمنيا اقتصاديا سياسيا إداريا، البلد مقسمة ومفكفكة. اليوم البلد تحكم أساسا بأطر ميليشاوية أكثر من حكم أسسة الدولة. وبالتالي إذا لم يكن هناك هدف أساسي في استعادة الدولة ككيان مؤسسي وما إلى ذلك، لن يستطع المجلس ولا الحكومة أن يحقق أي مكاسب اقتصادية ولا ثقة المجتمع الداخلي بهذا الأمر، ولا يمتلك أيضا صلاحية مطلقة حقيقة في هذا الأمر. ما زال الداخل مفكفك، هناك ميليشيات هي أقوى من مركز السلطة الشرعية وإلى آخره، تتحكم بالواقع أكثر من تحكم مؤسسة الحكومة. نعم، إذن كيف يمكن لهذا المجلس دكتور محمد أن يعني يعتمد على نقاط القوة التي هي أصلا ليست في يده؟ إذا لم يمكن اقتصاديا من إيراداته، إذا لم يتم دعمه على أرض الواقع، يعني تم وعده بثلاثة مليار لم يستلم منها شيء، إذا لم تكن كلمته واحدة، يعني تتذكر جيدا أنه لم يستطع حتى الاحتفاء بتورتة واحدة في عيد في 22 من مايو، يعني في كثير من النقاط ليست بيد المجلس الرئاسي، فبالتالي عن أي قوة يمكننا الحديث؟ أنا أعتقد أنه يمكن أن نفهم أن الوضع في اليمن
كوضع من يعني الجماعة الذين ركبوا سفينة واحدة، الكل في مركب واحد، التحالف والحكومة والمجلس الانتقالي وبقية المكونات في مركب واحد، وعليهم الحفاظ على هذا المركب. إذا ما آمنت المكونات السياسية بهذه الفكرة فإنهم يمكن أن يسعوا بالطبع مع التحالف، يمكن أن يسعوا إلى 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 الحفاظ على هذا المركب من الغرق. المجلس الانتقالي أو عفوا المجلس الرئاسي في طبيعة تكوينه وفي المهام الملقاة على عاتقه وفي التحديات التي يواجهها لا شك أنه يعني لا في وضع لا يحسد عليه، لكن بالمقابل أنا أعتقد أنه إذا ما نظر إلى الجوهر الجوهر المسألة وجوهر المهمة المرافقة في المجلس الرئاسي فإن التحالف العربي ينبغي أن يكون أولى أولوياته أن يمكن هذا المجلس من 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 إدارة موارده، بمعنى أنه اليوم ليس من المعقول أن تطالب الحكومة بكافة الخدمات وصرف المرتبات فيما هي في الشمال المناطق الشمالية الحوثيون يسيطرون على الإيرادات، وفي المناطق الجنوبية هناك مجاميع مسلحة أيضا لديها موارد ولديها مصادر دخل من المصادر الدخل الوطنية لهذه الحكومة التي ينبغي أن تكون أو أن تصب في الحسابات الحكومية. يعني يجب أن نكون واقعيين، تبدأ المسألة أولا بتمكين المجلس الرئاسي من عوامل القوة الاقتصادية، الموانئ، المطارات، المنافذ البرية، النفط والغاز وغير ذلك من الموارد التي يمكن أن تشكل قوة اقتصادية للمجلس الرئاسي. الإشكال الذي يحصل أننا يعني تعودنا خلال السنوات الماضية على أن يأتي دعم من الأشقاء، دعم جيد، لكن المشكلة أنه لا يأتي في سبيل إحداث تنمية مستدامة، وإنما يأتي من أجل الجوانب الخدماتية والجوانب الإغاثية، وهذه يعني أشياء آنية لا يمكن أن تستمر، بمعنى أنه يعني أن تأتي شحنة من الديزل لكهرباء عدن من الإمارات أو من السعودية هذا شيء جيد لكنها تنتهي. لا، نحن ينبغي أن نفكر فيما هو استراتيجي، بمعنى أن بدل من أن تستنزف هذه المليارات، هل بيد المجلس الرئاسي هذا الخيار دكتور؟ يعني هل هو قادر ديمومة لمؤسسة واحدة من مؤسسات مؤسسة الكهرباء؟ نعم، لكن هل هو قادر على يعني التفكير بمثل هذه الخيارات الاستراتيجية إذا أصلا لم يمكن لا يعني هو لم يمكن أصلا من إيراداته ولا من الدولة حقيقة؟ يعني نعلم من يسيطر على الدولة في عدن، نعلم موقف المجلس الانتقالي، كل ذلك لا يستطيع من خلاله التحرك بجدية. أنا أعتقد أنه لا ينبغي أن نظل على السياسة الماضية، ينبغي أن تكون هناك مكاشفة. السياسة التي كانت خلال السنوات الماضية هي أن هناك كثيرا من الإشكالات ونحن نقول لا ينبغي أن نسكت، نحن في حرب ونحن في مرحلة لا ينبغي أن يتشفى فينا المتشفون، تكون هناك كثير من مناطق الخلل ونحن نقول ينبغي أن نغض الطرف عنها. لا، الآن هذه مرحلة حرجة، ينبغي أن تتم المكاشفة. إذا استطاع المجلس الرئاسي أن يسيطر سيطرة تامة على موارد الدولة فإنه لا ينبغي أن يكون مجرد مظلة يشرع من خلالها لأي ميليشيا. أنا أخشى ما أخشاه أن يصار إلى وضع في عدن يشبه الوضع الذي كان في 2014 في صنعاء، وضع الرئيس العليمي في عدن مثل وضع الرئيس هادي في صنعاء في 2014. هذا ما لا نريده لا للمجلس الانتقالي ولا للمجلس الرئاسي، لأن هناك من يفكر بأنه يمكن أن يستخدم المجلس الرئاسي والرئيس العليمي كمظلة من أجل التمدد، كما كان الحوثيون يفكرون بأنهم يمكن أن يستخدموا الرئيس هادي كمظلة من أجل التمدد ومن أجل الشرعنة لانقلابهم. لا، هذه الأمور أمور آنية وتفكير غير بعيد وتفكير استراتيجي يقتضي بأننا في مركب واحد، وبأنه إذا ما فشل هذا المجلس فأنا أعتقد أنها الفرصة الأخيرة التي يمكن من خلالها أن يكون هناك ولو بسيط أمل في استعارة الدولة بكافة مؤسساتها. أما أن نظل يعني نخوض معارك طواحين الهواء ومعارك بينية ولا نتوجه ببوصلتنا إلى الوجهة الحقيقية، وهي الآن نقول إنها وجهة السلام والوجهة الاقتصادية، فلا أقل من أن ننجح في الجانب الاقتصادي.
إذا كان الحل العسكري الأخرى إلى طريق مسدود فلا أقل من أن نبني نموذج في المناطق المحررة. هذا النموذج في المناطق المحررة سيكون خطوة هائلة وجبارة يكون قد أقدم عليها المجلس. نعم إذن. وهي التي سوف ترفع الحصار عن تعز، وهي التي سوف تقنع الناس في مناطق سيطرة الحوثيين بأن الشرعية موجودة وبأن هناك دولة يمكن أن تقف إلى جانبهم إذا ما أرادوا التخلص من الحوثيين. المهم نعم أن نبدأ بالخطوة الأولى. الخطوة الأولى تعني تنسيق الجهود وتعني أن أصحاب المشاريع الصغيرة ينبغي أن يتخلوا عنها، هذه مرحلة الوئام. وينبغي للتحالف العربي كذلك إذا ما يعني إذا ما رأى بأن فلانا من الناس لا يريد أن يسير في الخط الصحيح الذي رسم لهذا المجلس فينبغي أن نكون واضحين. المكاشفة، أنا أفضل أن نتكاشف ونحن في بداية المشوار لا نتكاشف على كارثة وطنية فيما بعد. ينبغي أن تكون الأمور واضحة، هناك اليوم حكومة واحدة وهناك مجلس رئاسي واحد والكل شركاء، لم يعد هناك يعني مسألة مشاريع متضاربة. شكرا. على أقل تقدير هو نعم. هو المعلن وهو الظاهر، وينبغي أن نبتدع هذا الظاهر. أما إذا كانت هناك أجندات مختلفة فينبغي للرئيس العليم والمجلس الانتقالي أن يكون واضحا في إبلاغها للناس ومكاشفة الشعب اليمني بذلك. شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح، المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك دكتور عبد السلام. دكتور عبد السلام، لو تسألنا عن حكومة معين أين هي؟ ألم يعلن عن عام التعافي؟ لم يتعافى شيء. هو طبعا رئيس الحكومة عندما تحدث عن عام التعافي هو يتكلم عن أمل حقيقي كان موعود فيه من قبل مجلس يعني دول التحالف أنها تقدم دعم أساسي بعد اتفاق الرياض الأول. وكان هناك وعود كبيرة جدا أنه ستقدم دعم لإعادة أو لترتيب الأوضاع الاقتصادية بما يحقق موضوع التعافي. مر أكثر من سنة وأكثر من سنة لم تقدم دول التحالف أي دعم مباشر للحكومة ولم تقدم لها أي تسهيلات حقيقة. التجأت الحكومة إلى محاولة إصلاح الأوضاع الداخلية فيما يخص موضوع الإيرادات وإلى آخر، واجهتها كثير من التعقيدات والمشاكل المتعلقة بالواقع الأمني والواقع السياسي والواقع العسكري اللي هو خارج أيضا قدرة الحكومة على مواجهته والسيطرة عليه. بمعنى أن التحالف أوجد ميليشيات وساعدها وأوجدها في الأخير كسلطة حقيقية تفرض وجودها، وبالتالي أصبحت الحكومة هي مجرد شعار ومجرد يعني لوحة أساسية لا تعني في الواقع شيء غير أنها في الأخير تتحمل المسؤولية في أمام المجتمع المحلي والمجتمع اليمني وأيضا حتى المجتمع الخارجي بأنها هي المتحملة المسؤولية وإلى آخره. لكن التحالف قيدها في كل الأحوال ومنع عنها الإمكانية المطلوبة باعتبار أنها ما زال خضع للوصايا، وهذه الوصايا تتطلب وفق القانون الدولي على دول التحالف أن تقوم بكل الواجبات، بمعنى أنها ترفد الحكومة وأداتها وبكل متطلباتها الأساسية لكي تقوم بالدور المنوط بها. بمعنى أنك دخلت بإطار مشروعية حقيقية لدعم الشرعية، ودعم الشرعية تطلب منك أن يعني تستجيب مع كل يعني المطالب الأساسية والأحوال الأساسية الداخلية لمعالجة المشكلة المتعلقة بحياة الناس. وبالتالي هذه الإشكالية الأساسية اللي أثرت وتؤثر على طبيعة قدرات الحكومة. الحكومة لا تمتلك القدرة على أن تواجه هذه المشاكل بعيد عن مسألة تحللها. إذا لم تستطيع أن تتحلل من سيطرة وهيمنة التحالف هي لن تستطيع في الأخير أن تخلق استقلال لموقفها، ولن تستطيع أن تمتلك القرار الحقيقي لمواجهة أيضا المشاكل الداخلية. اليوم العسكري أو يعني الطاقم عسكري يستطيع أنه يعني يمنع وزير من أن يتحرك بأي شارع من الشوارع إلا برعاية يعني الجانب الأمني. عندما يضيق ويتحول مشكلة أمنية وإلى آخره يصبح الرئيس الوزراء والحكومة محبوسين داخل معاشيق وداخل يعني غرف نومهم، لا يستطيعوا الخروج إلى ممارسة أعمالهم بشكل يعني سيادي حقيقي يحقق لهم أيضا القدرة على أن يمارسوا العمل وإدارة الأنشطة المتعلقة وإلى آخره. الإيرادات إذا لم تتوفر وما إلى ذلك ستصبح في الأخير كل دور الحكومة في فراغ، وهذه هي المشكلة الأساسية. الحكومة لا تمتلك الإمكانيات، استطاعت أنها تتعافى إلى حد ما في موضوع زيادة الإيرادات من 450 مليار ريال إلى حوالي تريليون ريال بعد أن يعني اتخذت قرار بتحسين ما يسمى بالدولار الجمركي. نعم. ومع هذا يعني ما زالت تتماسك إلى حد ما في إطار معالجة المشكلة الاقتصادية، لكن الحكومة بكل مكوناتها مخلولة ومشلولة
وفي خلل كبير جدا في مضامين مؤسسات المحيطة بها، في حالة فساد كبيرة جدا. يعني الأحداث التي حصلت حينما طلع تقرير الأمم المتحدة على موضوع الوديعة وإلى آخره، كان وراء أطراف معينة داخل الشرعية الهدف منه قطع الطريق على الحكومة للحصول على إمكانية وعلى دعم خارجي، وبالتالي أثاروها إثارة بالغة كبير جدا، وبالغوا في 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 تشتيت الوضع الداخلي وخلق حالة من الرعب والصورة الذهنية السيئة جدا، الذي جعل الناس ما إلى ذلك يتصوروا بأن هناك البنك المركزي يقوم بغسيل أموال، وهذه كانت يعني لها سمعة كبيرة جدا في لدى الآخرين، وهو عمل سيء جدا من داخل الشرعية، عمل يعني الشرعية ما زالت مفككة في أطرها، يعني يضربوا بعضهم البعض بالضبط. للأسف نعم. طيب دكتور، إذا ما لم تفي السعودية والإمارات، ويبدو أن ذلك ما سيحدث بوديعتهم، ما الذي بيد المجلس الرئاسي؟ والله هو تكون السعودية أرادت بهذا الأمر هو التخلص نهائي من موضوع الشرعية، بكونها لا تقف يعني ما الحكمة ده. اسمح لي يعني دكتور، هي أنهت شرعية هذه وجلبت المجلس الرئاسي الجديد وكان كل شيء برعايتها، فما الحكمة أن تتخلى عنها؟ يعني لها يعني يعني لا نريد ايضا ان ندخل في عمق المشكله في هذا الجانب، ربما الموضوع فيه حساسيه كبيره جدا، ربما الامر مبني على رغبه اساسيه في مساله الوصول الى تسويه شماليه جنوبيه، تسويه حوثي انتقالي، لانه الان اذا لم يكن الامر مبني على توحيد المؤسسات والقوى والعسكرية والأمنية في مناطق الشرعية وفق الاتفاقات ما إلى ذلك، ماذا يبقى إلا أن تبقى هذه المؤسسات أو هذه الميليشيات هي طرف أساسي فيما سيؤول إليه الأوضاع، ويكون المجلس الرئاسي مجرد مشرع، مجرد ممر أو بوابة عبور، ليس أكثر من ذلك. لكن لا نريد أيضا نذهب إلى هذا التصور وهذا البعد، ما زال لدينا أمل أساسي أن يتقي الناس ويتقوا إخواننا المجاورين حالة الوضع اللي نحن سنصل إليه وما إلى ذلك، وحالة التفكيك، ربما هم يدركوا أن هذا الأمر قد يكون لهم خدمة على بعض الـ لكن المشكلة كبيرة جدا، ربما ستكون مآلها خطير جدا على أيضا على الدول الجوار نفسها. نعم، يعني تقريبا نحن الآن نتحدث عن أكثر من 70 يوم للمجلس الرئاسي. نعم. والمواطن الذي استبشر بقدوم هذا المجلس الرئاسي يتفائل بوجود رشاد العليمي، ما الذي حصد خلال 70 يوم؟ والصورة كما يعني وضحناها، ليس هناك شيء جديد أكثر من محاولة تحريك بعض المياه الراكدة فيما يخص يعني الصورة القاتمة التي كانت تأخذ عن موضوع الشرعية وعن موضوع يعني الأوضاع الداخلية، وحالة أيضا التصورات التي كانت بعيدة عن فهم حقيقة الواقع وما لذلك، أيضا تحرك الأخ رئيس المجلس في زيارته وما إلى ذلك، كانت أيضا تعطي صورة إيجابية في هذا الجانب، وكانت أيضا لها دلالة مهمة جدا، لكن الأمر سيقف عند حدود هذه الإمكانيات المطلوبة لدعم المجلس. إذا لم يتم دعم المجلس معنى أنه قد حكم عليه بالفشل مسبقا، وبالتالي هي مرحلة من مراحل يعني تبرير. طيب لا يدرك يعني رشاد العليمي والمجلس الورطة التي هم فيها الآن، لما لا يخرجوا للحديث؟ لما لا نجد يعني هناك صمت مريب لكل ما يحدث؟ والله هم يعني ما زالوا حاملين مسألة الأمل في أن يكون الأشقة جادين في وعودهم أكثر، ويعني لا يريدوا أن يعني مثل ما يقولوا مز الصنفور حتى يعني تنتهي الأمور بصورة غير يعني مرغوب فيها ما إلى ذلك. لكن أنا كما قلت أن الجدية الحقيقية في هذا التحول، ما إذا كان هناك جدية حقيقة لدى مجلس أو دول التحالف، أولا توحيد المؤسسات التي سبب رئيسي في عدم توحيد يعني مكامن القوة للشرعية، تمثل بالميليشيات الآن اللي تمثل في الأخير كيانات متفارقة وإلى آخره، وتمتلك القوة والإمكانية العسكرية والأمنية المختلفة وإلى آخره، والأصل فيها أن تتوحد في كيان واحد. هذه المرحلة أو هذه الخطوة الأساسية اللي يمكن تنبي لنا أن هناك جدية حقيقية، لأنه الأمر
ليس بيد هذه الميليشيات، الأمر بيد المانحين الأساسيين لها والداعمين الأساسيين واللي كانوا لها دور أساسي في تأسيسها. إذا لم يكون لهم دور أساسي الآن في يعني في فرض يعني شروط توحيد هذه الميليشيات مع كيان الدولة ومؤسسة الدولة الأمنية والعسكرية، فمعنى هذا أن احنا سنمشي باتجاه الفراغ وباتجاه التفكك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد السلام الأثوري الخبير الاقتصادي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، نلتقيكم في مساء يمني الجديد، كونوا برعاية الله وأمنه.